if you are the smartest man in the room, you need to realize that you are in the wrong room. لو انت الأذكى في الغرفة اعرف انك في الغرفة الغلط. فكر فيها. لو انت الأذكى في الغرفة من مين بدك تتعلم؟ لازم تتواجد وسط الناس اللي تعلم من خبراتهم وأفكارهم ونجاحاتهم وتجارب التي لم تنجح عشان تتجنبها. حيط نفسك بالناس اللي أفضل منك علشان ترتقي.